انت فين يا هدى؟ انا هنا يا حبيبي اشتغل. طب بقول لك ايه؟ الجورنال ده مليان عربيات وفي حاجات حلوه قوي. بيتهيألي يعني اللي انا اخترته هيعجبك، بس قولي لي الاول صيني ولا ياباني؟ صيني ده ايه؟ امال فين الالماني والامريكاني؟ الماني لا ايه؟ دي عربيات غاليه قوي، وبعدين انا يا دوب هبيع عربيتي والحاج هيزود لي على ثمنها. يا سيدي هو مش قالك اختار العربيه اللي تعجبك وهو رقبته سداده؟ او ما اختار انا بقى عربيه بمليون جنيه، صح؟ لازم الواحد يبقى حسيس برضه، ده لسه بيجهز سعد وخارج من جوازه نور. والله انت اللي عاقل زياده عن اللزوم. ما تشوف اخوك مختار راكب عربيه عامله ازاي؟ مختار ده تاجر، انما انا موظف وليا مرتبي. انت حر. يبقى هو الياباني. رفاهيه وكماليات واي حد ماشي في الشارع يصلحها. ماما ماما الازمه جت لي. بسرعه هدى. بس خد نفسك، خد نفسك. بس. هدى. ايوه. افتح بقى يا حبيبي. مش ممكن. دي تالت مرة تجيله الشهر ده. هو بياخد الدواء في مواعيده مظبوط؟ طبعا، بس الظاهر بقى الدواء ده مش نافع مع حساسية الصدر. يبقى لازم بكرة الصبح الدكتور يشوف. بس حبيبي خد نفسك، بس. ما اخبيش عليكم يا جماعة، الحالة اتطورت بشكل ما كناش عاملين حساب. يعني ايه؟ يعني الأشعة والتحاليل مبينة إن في تضخم في القلب. إيه؟ تضخم؟ إحنا مش عايزين نقلق أو نفقد الأمل. ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الداء، خلق معاه الدواء. يعني في علاج للحالة دي؟ نسبة كبيرة من الحالات بتخف بالعلاج الدوائي. بس أهم حاجة الالتزام بمواعيد الدواء والمتابعة الدورية. أنا هكتب لكم دلوقتي روشتة بمواعيد الدواء، بس أهم حاجة الالتزام بيها. إن شاء الله أشوفك كمان أسبوع. حبيبي يا عمر وحشتني قوي قوي قوي. اخباره ايه؟ والله مش ولا بد يا طنط. مش عارف يا ماما، على طول نفسه ضيق واقل مجهود بيتعبه. يا حبيبي يا ابني ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر اخبارك ايه يا حبيبي؟ كويسه جدا الحمد لله. ربنا يا ابني يطمنا عليك دايما. اشرب. هاي يا بابا. تعالى انا عايزك. احكي لي بقى، ايه بقى اللعب اللي عندك؟ خدي يا اشو. ايه دول يا بابا؟ شهريتك اللي بديها لك كل شهر. لا حك، متشكر، كله تمام الحمد لله. عيب عيب لما اقول لك خد الفلوس تاخدها، مش معنى انك مش موافقني على حاجه انا عملتها تقوم تخاصمني، ده حتى يبقى حرام. انت مش بتصلي ولا ايه؟
حضرتك ابويا برضه وانا ما ينفعش اخصمك، بس ده ما يمنعش ان انا ممكن ازعل منك. مالك يا هدى يا حبيبتي؟ حاسه كده انك تعبانه ومش طبيعيه، في ايه؟ هو اللي انا فيه ده شويه يا طنط. ايه يا حبيبي؟ مالك يا عمر؟ مالك يا عمر؟ عمر ازمه جت في ايه؟ بسرعه بسرعه. مالك يا حبيبي؟ افتح بقك. اشرف 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 اشرف. ايه 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 في ايه؟ طاقه فوقك قوي. ايه مالك؟ اطلب لي اسعاف، اطلب لي اسعاف. اطمنوا يا جماعه، ان شاء الله خير. احنا حاطينه على جهاز التنفس الصناعي وربنا يستر والازمه تعدي على خير. اعملوا كل اللي تقدروا عليه، حتى لو عايزين تسفروه بره سفروه، واي تكلفه انا ما عنديش مانع. انا ما اخبيش عليك وهي الحاله حرجه فعلا، بس احنا ان شاء الله عندنا حلول كتير قوي ليها. على الاقل مش محتاج يسافر بره دلوقتي. هو عنده ايه بالظبط؟ هو عنده تضخم في القلب، بس احنا املنا كبير ان شاء الله ان التضخم ده يروح بالادويه اللي بنديها له. طب افرض ما خفش؟ والله انا مش عايز ازعجكم نسبه الاحداث، بس احنا في الحاله دي املنا الوحيد ان احنا نزرع له قلب جديد. قلب جديد؟ قلب جديد يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكني اسالك اللطف فيه يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه الاخبار النهارده؟ لسه الحاله حرجه. معايا اشرف يا ابني. ربنا كبير يا حبيبي. والله يا بابا انا مش عارف اعمل ايه، حاسس ان حياتي وقفت ومش عارف اكملها ازاي. وبعدين معاك يا اشرف يا ابني، ما تعملش في نفسك كده، انت راجل مؤمن وما تيأس من رحمه ربنا يا ابني، ده رحمه ربنا واسعه. ونعم بالله يا امي، ونعم بالله. أذينا حد ولا عملنا حاجة وحشة في حد. امتحان من عند ربنا يا هدى، امتحان صعب قوي، أنا مش قادرة أستحمل. إيه يا حبيبتي؟ قادر ربنا زي ما ابتلانا يصبرنا. ليه بس؟ ليه إحنا بالذات؟ ما كل الناس ولادها في حضنهم. لا يا هدى حرام، ما تقوليش كده. ده الحاجة الوحيدة اللي أتمناها من الدنيا وما جاش بالسهل، ولا انت نسيت؟ ما نسيتش يا حبيبتي، بس ايه؟ قعدنا نستنى سنين وسنين لما صدقت انه جالي. هو ربنا عوض صبرنا خير واداهولنا. طب عايز ياخده ليه؟ حرام. عايز ياخده ليه تاني بعد ما اداهولي؟ ليه يا اشرف؟ ليه؟ حرام، ما تقوليش كده، قلت لك حرام عليه. يا رب. ايه الاخبار النهارده يا رب؟ للاسف حاله القلب بتضعف يوم عن يوم، لازم يتنقل له قلب جديد وبسرعه. على فكرة احنا دخلنا في مرحلة الخطر، وربنا يستر. أشرف بيه، أنا عارف إن ده مش وقته، بس يا ريت حضرتك تعدي على الحسابات، يعني تورد لهم مبلغ تحت الحساب. شكرا. الصبر من عندك يا رب. ايه اللي في ايدك ده يا هدى؟ ده مسكن عشان ضرسي بيوجعني. وريني وريني كده. ايه ده؟ ده مهدئ. ايوه مهدئ. بقالك قد ايه بتاخديه؟
بقالي فترة. ليه؟ عشان أقدر أتحمل. تتحملي إيه؟ أنت كده بتفصلي نفسك عن الواقع اللي أنت عايشاه. فأحسن. أنت شايف يعني الواقع اللي إحنا عايشينه حلو قوي؟ وهو ده حل؟ ده هروب. ساعات الهروب بيبقى هو أحسن حل. بطلي ضعف واستسلام بقى. عايزني أعمل إيه يعني؟ هو ده كل اللي أقدر أعمله. بصي لنفسك كده. بصي بقى شكلك عامل إزاي؟ شوفي السواد اللي تحت عينيكي، بقيتي شبه المدمنين. أنا تعبانة وعايزة أرتاح. عمري اللي بتعمليه ده ما هيريحك. انت كده بتموتي نفسك بالبطيء. يا ريت يا ريت اموت واستريح. هو ده طبعا مش تخصصي، بس فعلا النوع ده من المهدئات لو اتاخد لفتره ممكن يعمل ادمان. ادمان والعمل. هو واضح ان المشكله دي محتاجه لدكتور نفسي. للدرجه دي؟ لان عمرها ما هتبطل المهدئات الا لو حلت المشكله وحست بالراحه النفسيه وهديت من جوه. ليه بس كده يا هدى؟ ده وقته. أنا عارف إن موضوع عمر ده مأثر على أعصابها قوي، فهي مسكينة، ما تلومش عليها. كلنا مساكين. بس مش كلنا زي بعض. في ناس بنيتهم النفسية تقدر تتحمل المشاكل، وناس تانية لأ. طب حضرتك شايف إيه الحل؟ أنا هعرفك على دكتورة نفسية هتساعدك. يعني حضرتك واثق فيها كويس؟ يا دكتورة شاطرة قوي. وبعدين كون انهم ستات زي بعض ده هيوفر وقت في انهم يفهموا بعض اكتر ويحطوا ايديهم على المشكله. يا ريت يا دكتور هدى تخف وترجع زي الاول. يا ريت.